السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع جديد في الهيدروليكس. الووتر شيد اريا. الووتر شيد اريا دي معناها ايه؟ معناها يعني مساحة من الأرض بتتقارب وبتتجمع فيها المية السطحية الناتجة من هطول الأمطار أو من ذوبان الثلوج عند نقطة واحدة منخفضة الارتفاع، حيث تندمج المياه المتجمعة مع كتلة مائية أخرى مثل النهر أو البحيرة أو خزان مائي أو خور. الـ watershed is an area of land that catches rain and snow and drains or seeps into a marsh، يعني خورز كده أو مجاري مائية، stream, river, lake or ground water. homes ممكن يتحط بقى تحت فوق الووتر شيد عادي، homes, farms, towns, big cities. طيب الموضوع بمنتهى البساطة، أنا لو أنا عندي منطقة بينزل عليها snow، بينزل عليها water، بينزل عليها فيها ground water ماشي تحت كده، جراوند ووتر ده بيصب في لاك او ريفر، في عندي جذور الامطار جذور النباتات بتمتص المياه اللي فوق الارض وبتستفاد منها، وفي جزء منها بينزل في الجراوند او في زي خور بتتجمع كلها في منطقة واحدة. تمام، ف مصادر المياه دي كلها على المنطقة دي، الاريا دي اسمها ووتر شيد، مساحة من الأرض بينزل عليها أمطار. يعني بدرس أنا المساحة دي من الأرض اللي بينزل عليها أمطار، وبشوف هنشوف زي ما هنشوف بعد كده إمكانية هل ممكن يحصل فلاد أو لأ على المنطقة دي، فلاد اللي هو الفيضان. في حاجة اسمها الهيدروليك بالانس أو الهيدروليجيك سوري الهيدروليجيك بالانس is the study of distribution and movement of water throughout the earth، يعني دراسة توزيع المياه وحركة المياه على الأرض. الهيدروليجيك سايكل. الهيدروليجيك بالانس for the watershed involve positive flow into the system such as from precipitation، يعني هطول الأمطار ده اللي هو ال precipitation دوت positive. تمام، و positive flow يعني نقدر نقول positive flow. تمام، و ال negative flow out of the system اللي هو خارج من السيستم such as، يعني يبقى ده into system into ال watershed. ال out of watershed اللي هو خارج السيستم بيبقى negative flow وبيتسمى زي مثلا آسف ال evaporation اللي هو ايه التبخر اللي اتكلمنا عليه. تمام، المثال ده على حاجة اسمها الهيدرولوجيك بالانس، الهيدرولوجيك بالانس. تمام، او الهيدرولوجيك سايكل، يعني اقدر اقول ان الار بتساوي البي ناقص الاي تي ناقص الدلتا اس، حيث الار اللي هو الستريم فلو والبي ده اللي هو البريسيبتيشن او الرينفول. تمام، والاي تي ده الايفابوريشن او الايفابو ترانسبيشن اللي هو التبخير، والدلتا اس التشينج ان استراج اللي هو المعدل التغير في المخزون الميه هو التشينج ان استراج. الاي تي والدلتا اس دول مثال على البوزيتيف النيجاتيف فلو، والبريسيبتيشن مثال على البوزيتيف فلو، وده بيبقى انتر
يبقى داخل للمنظومة بتاعتي اللي هي الووتر شيد، وده خارج من الووتر اوت اوف ووتر شيد. تمام. البريسيبتيشن او الهطول او سقوط الامطار، الافريج اوف بريسيبتيشن على اي ووتر شيد بيساوي التوتال رينفول فوليوم اللي هو حجم سقوط الامطار بالسنتيمتر مكعب بالانش متكعيب على الووتر شيد اريا، ده بيسمى الافريج بريسيبتيشن. مثال، لو انا عندي علاقة بين التايم في 60 دقيقة يعني في ساعة 1 hour، وعندي علاقة ما بينه وما بين الرينفول ديبث، يعني عندي منطقة لو أنا جبت إناء والدنيا بتشتي وقعدت أقيس الإناء ده عند أول 10 دقايق، بعدين 20 دقيقة، بعدين 30 دقيقة، لغاية لما وصلت ل 60 دقيقة، كل مرة أقيس الدبس كام، كل مرة أقيس الدبس كام وهكذا، فطلع لي كيرف بالشكل ده. عند 10 دقايق 13%، عند 20 دقيقة 43%، عند 30 دقيقة 1.02 وهكذا. تمام. أقدر أستفاد من الداتا دي في إيه؟ إن أنا أقدر أعمل تشارت تاني العلاقة ما بين التايم والرينفول انتنستي. الرينفول انتنستي اللي هي كثافة الهطول بتبقى بالانش بير اور. ازاي؟ تعال نفرغ الداتا دي في تيبل كده. لو قلنا ان التايم، ده التايم وده الدبس، الدبس بالانش والتايم بالمينت، تمام، والانش بير اور اللي هو الانتنستي رينفول. هنجيب الانتنستي رينفول ازاي؟ عند تايم صفر الدبس بصفر والانتنستي رينفول بصفر برضه. عند 10 دقايق الدبس بكام؟ ب 13%. يبقى الانتنستي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 13% في دي. 13% دي كانوا في كام؟ فكام في 10 دقايق. طب انا عندي 60 دقيقة فيهم كام؟ 10 دقايق فيهم 6، يبقى في 6، يبقى يساوي كام؟ 8/10. اروح راسم من 0 ل 10 دقايق 8/10. تمام. طيب تعالى نحسبها عند 20. عند 20 الدبس بكام؟ الدبس عبارة عن 43 اهو. تمام. تمام. يبقى الانكريزنج في الدبس بقى كام؟ الانكريزنج في الدبس عبارة عن 3. تعال اهي الانكريزنج ان ديبث عبارة عن 43 ناقص كام؟ ناقص اللي قبلها اللي هي 13، يعني اللي زاد بس الدبس ده لو جينا بصينا على المثال بتاعنا اللي هو الاجمالي ده. تمام. 43 ناقص 13% هيديني 3/10. يبقى الانتنستي كام؟ 3/10 في 6 بكام؟ لان هو 10 دقايق برضو، هيديني كام؟ 3/10 في 6 هيديني 1.8.
يبقى من 10 ل 20 مشيت 1.8 فوق اهو. تعالى ناخد واحدة كمان، عندي 30. تمام، الدبس بكام؟ الدبس ب 1.02. طيب الانكريزنج في الدبس هيبقى 1.02 ناقص 0.43، يعني هيديني كام؟ 0.59. يبقى هنضرب 0.59 في 6، تمام، هيديني كام؟ 0.59 في 6 هيديني 3.5. يبقى الانتنستي 3.5 اهو، 3.5 وهكذا. تمام، يبقى عرفنا ايه هي الرينفول انتنستي اللي هي كثافة هطول الامتار بير اور. هنتكلم على حاجة اسمها الهيدروجراف. الهيدروجراف ده عبارة عن جراف بيبين لي داتا، من خلال الداتا دي أعرف ممكن يحصل فلود في المنطقة أو لأ. هنشوف دلوقتي مع بعض. الهيدروجراف اولا لازم تبقى عارف ان هو علاقة بين التايم افقي وبين الرأسي حاجتين. اول حاجة البريسيبتيشن بالملي، الهطول الامطار بالملي اهو من 0 ل 50، والرانوف ديسيتشارج، الرانوف ديسيتشارج اللي هي الكمية اللي هي من 10 20 30 40 50، يعني كمية الرانوف والبريسيبتيشن. البريسيبتيشن اهو والران اوف اهو. تمام، دي اول حاجة، ده الرأسي. طيب الخط اللي تحت ده او اللون البنفسجي ده، ده البيز فلو، يعني الفلو العادي المتوقع الأساسي بتاع الشيد اريا، الووتر شيد اريا، تمام، لغاية الخط ده. تمام، الرينفول لو زاد بالشكل ده البيك رينفول هنا علاقته بالبيك ديستشارج هنا. طبعا بس تبقى عارف ده كده ايه، قلنا البيز فلو، اي فلو هيمشي فوق سطح الارض اسمه الرانوف، اللي هو ده الستورم رانوف. احنا بنتكلم مثلا لو دي في ستورم عندنا او عاصفة، يعني كل ده ماشي فوق سطح الارض ستورم رانوف لغاية لما ينزل تحت تاني للريفر، للنهر، لو في عندي ريفر هنا. تمام. طيب يبقى انا كده عندي بيز ران اوف ده بتاع المنطقة، ولكن لو زاد في حالة ستورم ران اوف بهذا الشكل، في عندي عند نقطة البيك بتاعة الديسيتشارج وعند نقطة البيك بتاعة الران فول في مسافة. المسافة دي عبارة عن تايم لانها افقيه. اللاج تايم دي الديفرنت بتوين البيك رين فول والبيك ديسيتشارج، كل لما تزيد كل لما يعني المتوقع، بص كل لما تزيد اهي هنا
ماشي، اهي المسافة من هنا للنقطة دي بيك، اهي زادت اهي، كل ما تزيد كل لما يبقى الرين فول اللي هو فوق سطح الارض ده تحس ان هو حصل فيه انبطاح كده، ويبقى سلولي، يبقى هو لوك لايك ان مش هيحصل ايه، مش هيحصل فلاد، لكن كل لما تقل كده البيك دي بتزيد. شايف البيك كانت فين هنا وكانت فين هنا، بتزيد، فمعنى ان هي تزيد يبقى معنى كده ان الفلاد هيبقى ايه، متوقع او يحصل. عشان كده بيتعمل الهيدروجراف يونت بتاع المنطقة، بحيث ان انت تبقى عارف المنطقة دي اتعرضت في الهيستوري بتاعتها، او ممكن تتعرض في الفيوتشر لستورم ولا لا. تمام، في عندي فاكتورز بتأثر على المسافة دي، المسافة دي ممكن تزيد او تقل بإزاي، بفاكتور معينة، وترجمة المسافة انها لو زادت او قلت ممكن يحصل فلاد او لا. لو المسافة زادت مش هيحصل فلاد، لو المسافة قلت يبقى متوقع ان يحصل فلاد. الشيب اوف لاند اللي هو شكل الارض، the land will be flatter في الجراف ايه ده، هنا اللاند، هنا اللاند هتبقى flat and this means that water will move slowly، يعني المية هتمشي بالراحة. معنى كده ان لما المية تمشي بالراحة هتاخد وقت كبير to reach to the river. احنا مشكلتنا كلها ان المية ما تروحش بسرعة للنهر، لان المية لو راحت للنهر بسرعة هيحصل flood. تمام، فزي ما بنقول ان بمنتهى البساطه كده، لو رسمت لكم شكل مبسط، انا عندي دي مثلا الووتر شيد هنا في الكيس دي شبه افقيه الارض، وبعدين في عندي ريفر هنا زي ما اتفقنا اللي بيتجمع فيه الميه بتاعت الووتر شيد، الدنيا شاتت هنا الرين فول، وبعدين حصل ران اوف للميه، الران اوف هيمشي ببطء لغايه لما يوصل للنهر. تمام، وبالتالي مش هيحصل فلاد. فليه؟ لان هو ماشي ببطء، طبعا هيحصل امتصاص للميه دي للتربه تحت، فالميه اللي كميه الميه اللي هتروح للنهر قليله، فمش هيحصل فلاد. لكن لو انا عندي الووتر شيد اريا اللي انا بدرسها، الشيب اوف لاند بتاعها جاي كده، بالتالي لما يحصل هنا سقوط أمطار المياه اللي هتوصل للنهر كميتها هتوصل سريعة وكمية كبيرة، لأن معدل الامتصاص هنا هيبقى قليل للتربة، فهيحصل فلاد في الكيس دي. تمام، الكيس التانية الفيجيتيشن أو التشجير، طبعا برضو لما هيبقى عندي تشجير كتير ده هيساعد على إن الأشجار دي تمتص المية، الجذور بتاعتها تمتص المية اللي هتنزل على الأرض، وهتمنع المية وهتعوقها إنها توصل للنهر بسهولة. يبقى معنى كده إن التشجير كويس للووتر شيد إيريا، ولكن عدم وجود تشجير هيعمل إيه؟ هيقلل التربة إن هي تمتص المية، وبالتالي المية اللي هتروح للريفر تشانل كبيرة. الروك تايب نوع السويل بتاعت الووتر شيد، لو هي بتتكون من تربة بريمابل منفذة زي مثلا لايم ستون، ده هيساعد على قدرة التربة وسرعة امتصاصها للرين فول اللي نازل عليها. اما لو كانت عباره عن مثلا جرانيت او تربه ذات نفاذيه منخفضه جدا امبيرابل، ده هيؤدي الى ان قدره التربه على امتصاص الرين فول بطيئه جدا، وبالتالي الميه الفلو اوفر ذا لاند اند انتر ذا ريفر تشانل مور كويكلي. الدام اور ناتشورال ريفر، لو انا عندي ريفر هاز ادام، لو انا عملت دام على الريفر ده اقدر اسيطر على البوابات بتاعت الدام ديت، كان بي اوبند اور كلوز ديبند اون هاو ماتش رين از فولينج. طبعا لو مفيش دام هيبقى الوضع اخطر.
تمام، يعني انا عامل في منطقة دام، معنى كده ان اقدر امنع المياه اللي هتروح للنهر او لا. لو عندي رين ستورم، الرين ستورم ده if the precipitation has been slow and steady it has more time to percolate into the soil. This reduces surface runoff so water enters the river more slowly. If the precipitation is sudden and heavy، يعني معنى كده ايه؟ الرين نفسه، الرين لو هينزل ببطء هيدي فرصة ان الارض تمتص المية، لكن هنا لو هو بقى صادن يعني سريع جدا، شتت بسرعة جامد جدا، وهيفي يعني حبيبة المطر ضخمة، تمام، ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي لفلود. تمام، ان شاء الله المحاضرة القادمة نتكلم في بقية الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.